عليكم احباب لينكسس جيمر مرة اخرى في لعبة فري فاير. اليوم سوف اعطيكم يعني بما ان الكثير من الاشخاص لعبوا هذه اللعبة سوف اعطيكم طريقة لعب هذه اللعبة بواسطة بواسطة المانيت او الجيم باد او الكنترولر او الجويستيك على حسب لغتها عندكم. المهم سوف اريكم طريقة تلعب اللعبة بتلك الأداة, ذلك بالدخول بعد أن تدخل إلى اللعبة. بطبيعة الحال تدخل الأداة إلى جهازك, تقوم بإدخالها إلى جهازك, تعمل بشكل جيد, يعني تلاحظ أن فيها يعني تعمل فيها يعني الضوء الأحمر يعني يشتغل في الأداة. بعد ذلك تدخل إلى اللعبة ثم تتجه إلى الإعدادات, إعدادات اللعبة هنا, ثم بعد ذلك تتجه إلى الكنترولرز هكذا, بعد ذلك تتجه إلى الكوستيوم HDDD هكذا. طبيعة الحال مباشرة بدون برامج, ثم سوف تأتي لنا هذه الصفحة, تخرج لنا هذه الصفحة, هنا سوف نقوم بتعديل على التفاصيل. إذا سوف نضغط على أول شيء, سوف نضغط هنا على لوحة التحكم الموجود هنا على البرنامج هكذا. انتظر قليلا, سأضغط سأجر البرنامج قليلا هنا, سأقوم بجر البرنامج قليلا. بعد ذلك سأتجه إلى هذا المكان, سوف أقوم بفتح هذه الأداة بالضغط عليها. المهم أنها connected يعني متصلة فقط. إذن سوف نأتي هنا نضغط على normal ثم نتجه ثم الآن إلى تعديل قليلا البال ثم الآن جيد. إذن الآن كل ما علي فعله هو أول شيء الضغط هنا, نضغط هنا, إذا بعد الضغط عليه سوف تظهر هذه الأيقونة, يعني سوف
وانا ضايع واقف فيه. سوف نضعها هنا في هذا المكان بالضبط هكذا، ثم سوف اضغط على هنا التحريك يعني المشي، اضغط هنا الماوس ثم اختار نتركها كما هي. لا تعدي يعني يتم التعديل عليها تلقائيا، ثم هنا تضغط على هذا الخيار، بعد ذلك تظهر لك هذه العلامة هنا. إذا ثم نضع هذه الثانية، نمسكها هكذا بالماوس ونحضرها إلى هذا المكان هكذا. هذه تتحكم بها بالكاميرا، تضيفها فقط. الآن سوف نأتي للجزء الآخر وهو الأسلحة. مثلا سوف نبدأ مثلا بإطلاق النار بهذه، نضغط هنا على الماوس ثم في الأداة الخاصة بالحاسوب نضغط هنا، تختار ما تريد، تختار المفتاح الذي تريده. أنا سوف أختار L1 هنا، L1 سوف أضغط على L1. الآن تحولت إلى 7. بعد ذلك سوف أضع هنا مفتاح وهو الإيم، مفتاح الإيم أو التصويب، نضغط عليه، نضغط أولا هنا على الماوس ثم نضغط على مفتاح التصويب. سوف أختار R1، سوف أختار R1، نعم ها هي R1. إذا ثم هذه الحركة سوف أختار المفاتيح العادية، القفزة هنا إذا القفزة سوف أختار R1 هكذا، ثم هذا سوف أختار له R2، اضغط عليه بالماوس ثم اضغط على R2 في الأداة. ثم هنا اضغط عليه ثم اختار X او R3. ثم هنا خاص، لا ادري هذا خاص بالاوديو ولا ادري بماذا يختص، سوف اضغط عليه، اختار له مفتاح وهو ستارت، ضغطت على ستارت. اذا ثم ايضا لدينا الاسلحة، مثلا بالنسبة للأسلحة سأضغط هنا لفتح الخانة، ثم سأضغط على R2 هنا، سأضع R2 هكذا. ثم هنا في هذه الأسلحة سأختار هنا السهم الفوق، ثم السلاح الثاني اختار السهم التالي اليمين، ثم هنا اضغط ثم اختار السهم بالاسفل
هكذا سوف أقوم بتحريك هذه قليلا هنا. جيد ثم هنا سوف أضع السهم الأخير هنا من جيد ثم سنتقل مباشرة إلى الجري. إذن خانة الجري سوف أضع ال 2 أضعت ال 2 هنا جيد ثم لدينا الدواء هنا وضع الأدوية للشخصية سأضغط ثم سأضغط في الأداة على سيلكت هكذا سيلكت جيد. إذن كل شيء جيد بالنسبة للأشياء المتبقية مثل الأشياء الأخرى يمكنك الضغط عليها بواسطة الماوس كمساعدة لا يعني لا مشكلة في ذلك. إذا نسيت وضغطت على هنا إذن سوف نقوم الآن بالضغط على السيف ونقوم بتحريك هذه إلى هنا بعد ذلك ضغط على السيف وهكذا لقد انتهينا من تعديل كل شيء هنا ثم هنا سأضغط على السيف هكذا. إذا شيء يعني جيد يعني قمنا به. إذا وهكذا فقط تتمكن من اللعب بأداة الجيم باد أو الكنترولر الخاصة بالحاسوب أو أي كنترول تريد أن تقوم بتعديلها كما تشاء وتضع لها المفاتيح التي تناسبك. ليس بالضرورة أن تضع نفس المفاتيح التي وضعتها. وتحياتي ولا تنسى الضغط على الاشتراك ومشاركة الفيديو مع أصدقائك. تحياتي.